الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع موضوع التغيير، وموضوع مهم ليطرح وليناقش، وسيكشف لك هذا الموضوع مدى نرجسية أفكار هذه التنظيمات ومدى عيشهم في عالم من الوهم والخيال وعدم معرفتهم بالواقع وجهلهم المدقع بحال الأمة التي يريدون أن يحدثوا التغيير فيها. وقد فصل أخونا محي الدين جزاه الله خير في التعريف الذي نتناوله في هذا الموضوع، موضوع التغيير. ولا ينتطح إنسانان في إن يا أخواننا نحن دارين نتغير، وما في زول بيقول أنا دار أتغير إلا وحاسي نفسه أنه في الأسوأ يريد أن يتقدم إلى الأحسن. أصوأ زول دار يتغير مقتنع أنه في حال من الوهن ومن الضعف ومن الرجوع ومن التأخر ومن التخلف ما يدعوه إلى أن يتلمس مواطن الخلل حتى ينهض بأمته وبنفسه، وحتى يخرج مما هو فيه من الضعف ومن التقيد ومن التذيل في قاطرة الأمم. ده كلام يعني لا يتخلف عنه اثنان. وأمتنا يا أخواننا هي أمة ضعيفة وأمة منتهية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ومظاهر هذا الضعف موجود في أشياء كثيرة. من هذه الأمور، من هذه المظاهر، تفرق الأمة. الأمة مقسمة إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى طرق متناحرة ومتشاكسة ومتحاربة ومتنافرة، لا يحصل معها استقرار ولا يكون معها قرار ولا تقدم ولا رقي ولا تعلم ولا نشر للخير ولا شيء من ذلك. وده يا أخواننا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى فشل الأمم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى من على المؤمنين بأنهم كانوا متفرقين على أديان شتى، فمن الله عليهم بهذا الدين الذي جمعهم على الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: واذكروا إذ أنتم، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك يا أخواننا من أعظم أسباب فشل الأمم والدول مؤمنها وكافرها حصول التنازع والخلل الداخلي. عشان كده ما بتلقى القرآن حارب مجموعة من الناس يوقع الضرر على الأمة الإسلامية كما حارب المنافقين، لأن المنافقين ده شغالين بيتحد الليلة. لو أنت في ناس دايرينك برا وعندك زول قاعد معك جوا البيت بيفتح لهم في الباب، ده أضر لك من الناس البر. ده الشغل بتاع الأحزاب، شعبيين وغيرهم يفتحوا الباب، الأمريكان يخشوا يقول لك لا عليك الله خليهم ما يتكلم، ويفتحوا لهم بيجي الباب، هم يخشوا ويفسدوا في عقول الأمة وفي دينها وفي مواردها وفي غير ذلك. ولذلك حرص أعداء الدين أن يفرقوا الأمة. كويس، أعداء الدين شافوا إنه يقاتلوا المسلمين عينك على عينك ما بيقدروا، فهمت؟ لكن أدخلوا في المسلمين البدع. زول زيك من بني جلدتك، أخوك في البيت أو خالك أو عمك أو ود أختك، كويس، ينتهج منهج الخوارج، منهج الخوارج، فيعتقد أنك كافر وأمه كافرة وأبو كافر، فيضبح ويقتل ويفسد داخل البيت.
بغادي في واحد مؤتمر شعبي بيقول بحرية، تقول الكفر، تقول أي حاجة، بغادي واحد صوفي، بغادي أنصار سنة، بغادي مؤتمر وطني، بغادي شيوعي، كويس؟ البيت تلقاه والبيت جوا فيه صينية الغدا ما متفقين، صينية الغدا يجيبوها الساعة 4 يقوموا منها الساعة 6، الشيوعي دار يرد على أبوه، وأمه المستغلة دار ترد على حبوبته الحزب البعث العربي، وحبوبته دار ترد على حفيدة المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني ببطنه دار يرد على داق وداق وكده، متنازعة فاشلة فارغة ليس عندها شيء. ولذلك ربنا عشان يقوي المؤمنين ضد المنافقين ربنا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ده مظهر من مظاهر الضعف. ثانيا من مظاهر الضعف الحروب التي هي بين المسلمين وفي ديارهم. دائما الناس الكورة ذاتهم بيقول لك الكورة دي ما تخليها في ميدانك. ليه؟ لأنه لو خليتها في ميدانك قريب للجون. بفهم بسيط، اتخيل ناس دارين يرفعوا الأمة يشعلوا الحروب داخل البيت، ديل زي الأخوان المسلمين وغيرهم الحناجي نتكلم عنهم، يشعلوا لك الحرب جوا البيت، جوا البيت، كويس؟ الناس تكون بتشاكل جوا. ولذلك يا أخواننا كونه تجي تقول لي حريات زي ما بقولوا الشعبيين وغيرهم، ده أخواننا ده المفتاح بتاع فرتيق الأمم. مسألة حريات، الكفار ما عندهم الحريات دي مفتوحة. أمريكا نظام رأسمالي كافر نصرانية تتبع لمذهب واحد في النصارى، كويس؟ لا تسمح بقيام حزب شيوعي داخل أمريكا. ما ناس كفار. أوباما ده شايت وين؟ نصراني كافر. لماذا لا يسمح في أمريكا بأن تكون هنالك منظومة شيوعية؟ أمشي يقول لهم هناك ونحن على مستوى شيكاغو بنفتكر إنه لابد من فتح الرأي والرأي الآخر، ولا بد من سماع الآراء الأخرى عشان يجيبوك راجع أنت الآخر. فهمت؟ والله جد ما ممكن يا أخواننا بلد تتقدم وفيها 700 دين و700 عقيدة. دي بلادة، دي بلادة. ولذلك أنا إحنا مشكلتنا يا أخواننا متنحرين جوا جوا، نحن متنحرين، ها؟ وده يا أخواننا من أعظم الأسباب التي تفرق المسلمين. ولذلك دائما ما يحرص أعداء الإسلام على أن يغرسوا العداوة بين المسلمين، وعلى أن يغرسوا الفرق والأفكار التي تفرق بين المسلمين. ليلة الآن الشيعة ما قاعدين يحاربوه. لماذا دول الكفر تتفق مع سوريا التي عليها حافظ ولا بشار الأسد، وتتفق مع إيران، وتتفق مع المنظومات الشيعية داخل الدول الإسلامية؟ ليه؟ لأن أخواننا الكلام ده يؤجج الصراعات داخل هذه الدول. بعدها بتبقى الدول ضعيفة. بدل ما أنا أصرف قروش في التنمية، بدل ما أصرف قروش للتعليم لزول الجايين هنا في الداخلية وقاعد ودار يتعلم ودار يشيل شهادة ودار يرفع بلده ودار يكتشف ودار يعمل حاجات قدام، أنا إحنا قروشنا دي بدل تجينا نحنا بتمرق برا. عشان كده الطالب ما قادر يتعلم. ليه؟ لأنه بعد ذاك الطالب يمشي داير يدفع قروش الجامعة، داير يدفع حق الداخلية، داير بياكل بيو، داير. ها زيد على ذلك إنه الاتحادات مثلا يكون ماسكين الجبهجية ولا غيرهم، في النهاية ما بتستفيد حاجة. ولذلك من أعظم المظاهر وجود الفتن والاقتتال بين المسلمين بيناتهم في دول المسلمين. على أقل تقدير إنه الحروبات دي بتقوم يدخلوها لك جوا بيتك، عرفت؟ يدخلوها لك جوا بيتك. ولذلك يا أخواننا ده من المظاهر. المظاهر هذه كثيرة جدا، وقد تكلم أفضل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال هذه الأمة، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان الأمم دي بتتكالب علينا، تتكالب علينا وتتحد ضدنا، قال كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. زي ما بتجيب تجيب لك فتة وإنتوا تكونوا سبعة دارين تاكلوا في الصحن، الأمة دي بتبقى الصحن ده، هسي الأمة مشي الصحن، ها؟ وفي ناس الشطة كمان، في ناس والله شغالين الشطة لأمم الكفر دي، داك يشيل الشطة عشان شهيدته تتفتح،
كويس؟ ناس يضربوا في الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يا أخواننا، ليس من مظهر مظاهر الضعف القلة، وما كان الحق إلا قليل أهله. عرفت؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ شوف المسلمين كم كتار شديد، لكن المشكلة إنه المسلمين ديل عندهم مضاف إليه: مسلم كوز، مسلم جبهجي، مسلم سماني، مسلم تجاني، مسلم وشيوعي. طبعا هذه ما بتجي، لكن برضو ممشينا في مجتمعنا ده، وهكذا. كويس؟ المشاكل دي يا أخواننا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وهو الزبد. السيل ده بيجي مندفع مع لف الموية كده ومشيها بتعمل رغوة فوق. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. الأعداء بتاعنا بخافوا. نحن لو رجعنا لتاريخنا كمسلمين بنلقى إن أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها شنو؟ قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الكفار مما يسمع جيش المسلمين تحرك مسيرة شهر قبا شهر، بيقوموا يستسلموا ويخافوا ويصيبهم الرعب. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. القرآن قاعد والسنة قاعدة والمسلمين قاعدين، ليه الآن ما نصرنا بالرعب مسيرة شهر؟ ليه؟ لأن يا أخواننا آخر الحديث حيورينا يا أخي، في زمن من أزمان المسلمين، أمير الجيش خالد بن الوليد ويحاصر في حربه مع الروم، كويس، كان يحاصر بلدة تسمى بقنسرين. قال: فاستعصت عليه أشهر، كم شهر ما قدر يفتحها. قال: فكتب من خالد بن الوليد إلى أمير الروم ببلدة قنسرين: أما بعد، فأين تذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. قالوا: ناس قدر ديل ما بنقدر عليهم، ما بيقدروا على ديل. السيدة مع 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 بتاعين أنا والمرة واحد، ده معقول يخافوا منه؟ اللي بيجي يقول لك مرة ولا دستة رجال زي بتاعين الجبهة الديمقراطية ديل، كويس؟ هل ده في وجه ذاته من أوجه المقارنة؟ كويس؟ كلام زي ده، ناس زي قال ده الناس ما بيتقدروا ذاته، ناس ما بيتقدروا. لماذا؟ ما الذي جعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ينصروا بهذه الطريقة؟ كلام الشيوعي مبسط يقول لك، وتلقاه يمكن يكون شارب له حاجة ذاته، يقول لك: والله أنا أفتكر إنه الكلام ده كده ما بيجي. ما أنت ما يجي كيف؟ لكن وإنت الله ما مؤمن به، ما بيجي الكلام ده. فهمت؟ لما تؤمن بالله بعدك بتعرف بيجي ولا ما بيجي. كويس؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أنحن كلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أصبنا بهذين الدائين: حب الدنيا وكراهية الموت. كده بكرة الصباح خش الجامعة دي، ماذا يذكرك من في الجامعة؟ بيذكرك بشنو؟ بيذكرك بالآخرة؟ ديل بيذكرك بالآخرة؟ كويس؟ مما يتخاش غير الشهوات، وغير إنك شايل هم الدنيا، وليس لك هم إلا هذه الدنيا، ما بتلقى حاجة إلا من رحم الله. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك يا أخواننا، الزول اللي بيحرص على الدنيا بيسوي أي حاجة. ما أنا حريص على الدنيا، بعد دب أخونك، أنا حريص على الدنيا، بدوني مرتب بقيت جبهجي، برفع فيك تقرير أنت في الدفعة، ما داير قروش، ما عندي مرتب عشان أتخرج، عندي مرتب جاي كابي في الجيب بتاعي، أطلع فيك تقرير أسوي أي حاجة، عندي مرتب جايني. كويس؟ بدل ما أقول الحق أسكت زي ما بيعملوا أنصار السنة. ليه؟ لأنه في ريالات جاي يعني، بسكت ما بقول الحق، ولأنه لو قلت الحق بيقطعوا مني الريالات، كما قال رئيس أنصار السنة الإصلاح، قال: أنتوا يا ناس مزمل بكلامكم ده بتقطعوا عننا دعم الخليج، لأنه دعم الخليج كله بيجي عن عبد الحي يوسف، عن طريق عبد الحي يوسف. يا ناس
يا أنصار السنة عبد الحي يوسف لا يملك الرزق. يا أنصار السنة ما تنادوا عبد الحي يوسف. يا أنصار السنة عبد الحي يوسف ما بيلحقكم في الشدائد. كويس يا أخواننا، إحنا حصلنا مرحلة زي دي، حصلنا مثل هذه المراحل، وديل قال الناس الدارين يرفعوا الدين. كويس، لسه أنا عندي كلام كثير جاي إن شاء الله في خلال النقاط، لكن يا أخواننا دار أوريك إنه ده زول اللي بيدعو للدين، يعني المسلم العادي يكون كيف؟ ده زول اللي بيعتبره داعية للإسلام بيسوي كده، وأنه يرفع راية التوحيد وهكذا، وهو عنده خلل في هذه المسائل. عندك خلل يا أخ، فهما أو تطبيقا عندك خلل، لكن ما كفرناك عشان ما تقول كفرتونا. كويس، ده خلل شئت أم أبيت. ربنا قال وفي السماء، ما في جبرة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا عبد الحي ما عنده حاجة، ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده حاجة. يا أنصار السنة، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وهذا كما قال ابن تيمية في مسألة الكرامات وكذا، قال ده الجزء الأول من أنواع الكرامات الغنى، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. عشان كده أخواننا دي مشكلة، ها؟ ولن يرفع لهذه الأمة علم حتى ترجع دينها، تراجع دينها. ربنا يسلط علينا من الذل كما سلط على من قبلنا. فرعون لما رد دعوة موسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ربنا ابتلاهم بالأمور دي عشان يتوبوا ويرجعوا إلى الله، لأن أخواننا من شرط التغيير أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله. إذا نحن صلحنا بيننا وبين الله، الدنيا دي سهلة، ربنا بصلح علينا، سهلة ربنا بصلح علينا. لكن ما دام الناس بهذه الطريقة ما بنمشي لقدام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بضعف الأمة ووهنها وتذيلها في أزمنة وأزمان لذيل الأمم، وأنها ستكون آخرة. لكن يا أخواننا أمة الإسلام أمة مرحومة مع البلاوي الفدي، البلاوي الفدي كلها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي الأرض يعني جمع لي. وبعدين برضو ممكن لو في شيء يدار يناقش في مسألة زوى لي الأرض وكيف برضو بالناقشة، فهمت؟ قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض إلى آخر الحديث. فشاهد من الكلام إنه النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ عن حال الأمة وأنها ستصير إلى ما صارت إليه من التفرق والتناحر والتحزب. شكد ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. طيب مقومات التغيير، ما صح في تغيير، لكن التغيير ده ما بيتم إلا بأمور. من هذه الأمور وأهمها ما هو منهج التغيير، نغير شنو ذاته وبشنو. ومن هنا تصح أو يصح التغيير أو يفسد التغيير. المنهج شنو؟ المنهج ذاته شنو؟ الآن إحنا بنغير به، لأنه لو ما عندك منهج تغير به لا يمكن أن تغير، أو إذا كان المنهج منحرف ما ممكن تصل إلى هدفك إنك تغير المجتمع للأحسن. عرفت؟ نحن أول حاجة عندنا هدفنا في التغيير دارين نغير الناس دي لشنو؟ دارين نغيرهم إلى عبادة رب العباد وترك عبادة العباد. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا لم يكن للإنسان هدفا واضحا في وسائله التي يريد أن يغير بها لا يمكن أن يصل إلى شيء. عشان كده إحنا هدفنا واضح، نحن كلامنا ده كله عشان نربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن الحكمة من خلق الجن والإنس ناكل ونشرب ونتعلم ونتزوج ونشقى ونسير في الأرض ونسافر ونخترع، ده كله من أجل عبادة الله. تقال الكلام ده لشنو؟ لازم الناس تفهم الموضوع ده. نحن ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولنقيم من انحرف عن عبادة الله ونرجعه إلى الصراط المستقيم حتى يعبد الله، وندعو أمم الكفر الذين ما آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن نرجعهم إلى جنو، أن نرجعهم إلى هذا الهدف الواضح البين
وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأولوية في التغيير. طيب منهج التغيير هو منهج يقوم على ما قام عليه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج معصوم. أنا الليلة داير منهج من المناهج البيتكوريك الليلة زي العلمانين الجو مبارح داير لي منهج معصوم، منهج معصوم. أنا إحنا ما عندنا منهج بنثق فيه إلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ده المنهج المعصوم. أما منهج غيره فهو منهج منحرف. على ماذا يقوم منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقوم على أولوية الدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. اختلفت جميع مناهج التغيير الآن عن هذا المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اختلفت طبعا الكفار ديل خليهم بره، بنجيهم بعد شوية، شيوعيين ومستغلين وغيرهم، كويس؟ ال 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 الصوفية، كويس؟ واحد. اثنين الأخوان المسلمين الشعبيين التكفيريين غيرهم ما بدأوا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة لقى الناس متناحرة، لقى الفساد الأخلاقي. عائشة رضي الله عنها قالت كان في أعراس في الجاهلية المرأة تكون قاعدة يخش على سبع رجال بعد ما تلد تشوف الراجل الفحل في السبعة ديلك تقول له ده ولدك، بس ده فساد أخلاقي موجود في الرايات، رايات معلقة فوق ده بيت بتاع دعارة تمشي تزني وتمرك، كويس؟ وهكذا ده فساد موجود. نهب الناس ونهب الأبرياء والمساكين كان موجود، وكان ذلك متداولا في أشعارهم وفي غيرها، لأن الأشعار دي عبارة عن أدبيات أهل الجاهلية. يقول لك وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. ناس يقوموا حرب 40 سنة في فرسين سابقا، داك أظن شنكل فرسه جواقع، ليش شنكلت فرسي؟ حارب بين قبيلتين 40 سنة، داحس والقبراء. تحمر للزول ساكت، والله تقول أولاد نيجرس بس، تحمر للزول بس، كويس؟ الشاكل دي بلاوي كانت موجود، مجتمع مفكك، كويس؟ الولد الكبير في البيت أبوه يكون معرس له 500 مرة، لما أبوه يموت تتحول الملكية إلى الولد الكبير. وجاء القرآن بتحريم ذلك، ولا تنكحوا إلا ما نكح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فساد عظيم عظيم، كويس؟ كانت متفشية العصبية الجاهلية. ده غير المسائل الثانية. عشان كده يا أخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام وجد جميع هذه الجرائم بأنواعها. لا تسأل عن السرقة، لا تسأل عن الربا، لا تسأل عن غيرها من الأمور. بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بشنو؟ بدأ بالتوحيد. أول حاجة لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه الآيات وأمره بتبليغ المشركين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، ثم امتحن الناس وقال لهم لو قلت، قال وصباحاه، فجمع الناس وقال لو قلت لكم إن جيشا وراء هذا الجبل مصبحكم أو ممسيكم أو كنتم مصدقي، قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه أبو لهب وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة في أحلك الظروف، وضربت عليه أنواع الحصار والأذى والإشاعات والحروبات على النبي عليه الصلاة والسلام، فصبر على ذلك 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد. لا نزل صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا تحريم خمر ولا غير من الأمور إلا ما كان يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كويس؟ البداء بهذه الأولوية وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ماذا كانت نتيجتها؟ قضب على جميع أنواع الآثام والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل العسكرية وغيرها من المشاكل
اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية، وخرجت جيل من المؤمنين ومن المسلمين استطاعوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا خير خلف لخير سلف. فتحوا بيه والدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلاوي يقول بعد خلافته لو عثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها عمر. الخلاوي يقول الكلام ده، الخلاوي إنه في مكة النبي عليه الصلاة والسلام دعوا للتوحيد، فكانوا يقولون لو آمن حمار آل الخطاب كما نقل ابن هشام في السيرة ما آمن عمر بن الخطاب. الرسول صلى الله عليه وسلم بدلوا بشو؟ بدلوا بالعقيدة والتوحيد. أصل العقيدة والتوحيد دي إذا انصلحت المشاكل كلها بتمشي، كل المشاكل بتمشي وتزول جميع الفروقات العنصرية والمشاكل التي كانت موجودة في أسوأ المجتمعات عنصرية، زالت بشنو؟ زالت بالعقيدة دي. ما في لحمة بين المجتمع وما في رابطة بين المجتمع إلا رابطة العقيدة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسلمين كلهم عارفين الكلام ده، ما في زول بيعتدي على زول بلفظ من ألفاظ الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج أرسل دعاته ورسله إلى الناس، كما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، دي رواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وهذه الطريقة في الدعوة ليست هي محلا للاجتهاد، لا ما محل للاجتهاد ولا محل عشان أنت تجي تنظر كما سيأتيك الكلام. ولذلك يا أخوان أول معلم من معالم المنهج الصحيح الذي يستطيع أن يجمع بين الناس وأن يوحد الأمة وأن يزيل ما بينها من الفوارق وأن يجعلها أمة واحدة مترابطة متماسكة هو التوحيد والعقيدة. ده أول مظهر من المظاهر، كويس؟ وهذا المظهر اليوم ينعدم في جميع الفرق التي تدعي التغيير والإصلاح كلهم، أبدأ بالصوفية. طيب ده أصلا ما ممكن يصلحوا أصلا، عرفتها؟ أو من الشيوعين، تبدأ من الشيوعين اللي بيقولوا الله ماف، كما قال الكافر لينين في كتاب مهمات اتحادات الشباب صفحة 18، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك بالمعنى الذي كانت تبشر به البرجوازية والتي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. ما بتؤمن بالله ما في خيرات، ها؟ ما بتؤمن بالله ما بينزل له خير من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الشيوعية سقطت في العالم وما تجاوزت 80 سنة أو 90 سنة. 1917 أول رئيس لدولة شيوعية فلاديمير لينين بدأ وطبق حرفيا نظام كارل ماركس بتاع الاشتراكية، انتهت في 90s في الاتحاد السوفيتي آخر رئيس اسمه ميخائيل غورباتشوف انتهت عنده هذه الدولة، وأدخل نظام سماه بنظام البايروستاريكا. ليه؟ لأنه النظام الشيوعي فشل، لأنه مصادم للفطرة وللعقل وللدين وللواقع ولا أي حاجة. الشيوعي عنده ببساطة جدا بيقول لك ما في قروش تكون عند الأفراد، القروش دي تكون عند الحكومة، فهمت؟ كلها كده تكون عند الحكومة، كويس؟ يعني أنا بشتغل وبساهر وبقرا عشان شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى غرز في أي واحد فينا مسألة التملك. الشيوعيين بيكفروا بالمسألة دي، يقول لك نحن نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث، نؤمن بلينين وستالين وكارل ماركس، ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة، فهمت؟ يعني انت لو ابوك تعبان عنده بيت 700 متر دارك سم 300 يقعد فيها وال500 يأجره، يقول لك ايوه داك يعني زايد منكم، اي امشي للدولة طوالي. ده المنهج بتاع الشيوعية، عشان ما يجي واحد ما فاهم الشيوعية خشاب الخلط ولا خشاب اغاني بتاعت مصطفى سيد احمد دار يجي ينظر، فهمت؟ ولذلك فشل هذا المنهج كمنهج من مناهج التغيير، كويس؟ ونحن بنتحدى الشيوعيين بعدين تجي تناقش هنا منهجك ده منهج فاشل. ماو تي سي تونغ برضو حاول يطبق الشيوعية في الصين فشلت. الآن الصين رأسمالية ولا اشتراكية؟ والله أتحداك تقول لي اشتراكي، كويس؟ فشلت هذه الأنظمة كلها، انتهت، فهمت؟ ولذلك يا أخواننا أول مسألة
من المسائل التوحيد. هنا نحن عندنا في العالم الإسلامي لو دارين نصلح العقائد دي تنتهي عقائد الصوفية. والغريب أنه في ناس بيقفوا لك في طريق الإصلاح، وده لازم توطين عليه نفسك أنت كإنسان مصلح، أنه حتلقى أذى وحتلقى ناس مجرمين، كما أوصى لقمان الحكيم ابنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هنا ده في الكتاب بتاع زهير الرياض لعبد المحمود نور الدايم، ده شيخ الطريقة السمانية وشيخ الشفتة ناس محمد منتصر فتح اليوم الإذاعات وغيره. طيب صفحة 132، ده ما ممكن يكون دين أصلا ولا ربنا بينزل لنا خيرات. الآن قالوا الغاز قطع، لسه بدري كويس. طيب شفت ده مش شغال، انت بتكون طبعا بتحلم انك تتخرج وتشيل شهادة ويكون مرتبك 9 مليون، صح غادي يبقى 9 مليون، لكن الرغيفة بعد شيئا هتبقى بمليون جنيه، هذا ايجار تجيبه من وين؟ والله انا بتكلم مع الجادي، ونحن ده تحليلنا للمسألة دي. غاز ماف لانه العلاق ده شغال في القنوات، شغال شرك بالله، شرك، فهمت؟ عشان كده الأمة ما بتتقدم. وشرك أبو جهل ما قاله، وأبو لهب ما قاله، والمشركين الأوائل ما قاله. ده كتاب اسمه أزاهير الرياض الفصل السابع صفحة 134 في بيان ما أكرمه الله به أحمد الطيب البشير، يعني من فسحة أجل من حضر لقبض روحه ملائكة القبض عليهم السلام وشبه ذلك. ورجعهم الشيخ قال حدثني الفاضل الصالح الشيخ الحسين ابن الفقيه إبراهيم الخليل ابن الفقيه مين كده الأغبش، قال مرضت مرضا أوشكت فيه على الهلاك إلى أن يعيس كل الناس من حياتي، فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي، فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريبا منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه، فرجعوا عند ذلك. معقول ربنا ينزل لنا الغاز كما ما ولعوا فينا؟ ها ديل شغالين كويس، وانت الملائكه بتشوفهم. شوف ما دام شفت الملائكه انت بس حاول تقول الشهاده، اوعك ثاني تنشغل بشيء ثاني. والله شفت الملائكه طوالي احرص على ان يختم لك بشهاده ان لا اله الا الله، لانه ربنا قال في سوره الواقعه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فدك الضاب قال أحمد الطيب قال لما ما قلت لكم ما تقبضوا روحه أرجعوا، قال الملائكة رجعوا. يا زول شوف الكفر بالله ده كيف كفر بالله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يعني أشوف الكفر بالله كيف يخدم مسلمات دي بنشروها في السودان لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. طيب قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمة سيدي الشيخ محمد الشربيني. طيب كلهم عطالة ساكت صوفية. قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحي، قال له الشيخ ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ، فراجع عزرائيل. والله أنا ما أرجع، خليك ملك الموت، ملك الموت ارجع. ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنت اللي بترجع ملك الموت ما برجع، لكن عادي الأولي عندهم يرجعوا ملك الموت وبرجعوا الملائكة، فهمت؟ وعادي ممكن ونكير يقول لي ما بنجاوب لك عادي كما سيأتيك من انت قلنا انا قاعد انجر ساكت. طيب قال وقد رأيت في شرح الصاوي شنو كده ما عارف انه الشيخ ابراهيم اللقاني لما دفن وحضر الملكان ليسألاه قد حضر امام دار الهجرة مالك ابن انس رضي الله عنه وقال لهما أمثل هذا يستحق أن يسأل في أمر دينه فتنحيا عنه. قال الإمام مالك قال جاوا الإمام مالك قال يا أخواننا عليك الله ده بيسألوا من الله من ربك؟ يا الزول ده الزول ده بيسألوا من ربك؟ يا ناس القبر فيه وساطة كمان؟ ها دي مدرسة دار تشغل فوق الزول ده؟ ديل الصوفية عادي.
طيب أديك كرامة، كرامة تاني. قال قال في شيخ اسمه عبد الله بعلوي، وجاءوا مريد والمهم تاب وكده وتوبوا وحسنت حاله كما يزعم في امتى، لكن ما شهد بدرا، وبعد ذاك يعني الشيء المريد مات. قال فحضره الشيخ، الشيخ جاء وجلس عند قبره ساعة. قال قال وحضر دفنه صاحب الترجمة، وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر. قعد في القبر بتاع المريد، قام ضحك كده، بعد شوية كشر، بعد شوية ضحك. قال فسأله الناس، فسئل عن ذلك، فقال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله بعلوي، فتعجبا لذلك. قالوا له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. منكر عائل لهني كير، قال اسمع البيشن ده كيف؟ يا ناس يا صوفية، أسد دار تغنعني بيه، بيهاتوا قصة دي ضعيفة ولا صحيحة؟ بيهاتوا آية بتقدر تغنعني بالكلام ده؟ وفي آية بتبرر للكفر بالله. ها جايبين محمد المنتصر لزيرك، الزول العامل زي بالطة القطن ده، سادي الاستوديو مدفق في الكاميرا، فهمت؟ وشغال ينجر ساكت، ونحن ونحن يا كافي البلاء، نحن حلقاتنا في السوق، الحلقات المسكينة دي ما بخلونا، ما بخلونا نتكلم فوقها. انت ما تخليني اتكلم مع محمد المنتصر لزيرك، خلينا ننزل معه في مناظرة، خلي الشعب السوداني يعرف عشان الناس تتغير وتمشي قدام. لكن هم متأكدين، هم متأكدين تماما انهم لو جابوا محمد المنتصر وجبنا الكتب بتاعتهم دي، والله السودانيين الذي يريد الحق منهم سيعلم ان هذا المنهج منهج الصوفية منهج باطل، بل هو من ابطل الباطل. طيب عرفت؟ قال ثم سألاه ايضا، تاني عادوا عليه السؤال، القبر فيه بزالوك وما جاوبته وفيها ملاحق وحاجات زي دي. قال قال ثم سأله أيضا فأجاب بذلك، فقال مرحبا بك وبشيخك عبد الله. يا اللي مرحب بك وبشيخك عبد الله. يا ناس يا ناس، دي أكبر مشكلة مواجهة الأمة الآن، دي أكبر مشكلة المفروض يحاربوها الدعاة. وفي كلام كثير، أنا لو قلت لك من دفن بيني وبين الشيخ الطيار فإنه لا يعذب، منطقة بين أحمد الطيب وبين الطيار هذه ممنوعة من العذاب، بس مجرد أنه دفن في هذه المنطقة. وكفر بالله تقيل، أولياء بيعلموا الغيب وبتصرف في الكون، وجر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبوا. الكلام ده موجود عند الصوفية أنه بيقلبوا التمساح، زي ما جاء في كتاب طبقات الشعراني. قال ومن كرامات أحمد الفرغلي، وده كان بيقول مشيت بين يدي الله تحت العرش فقال لي كذا وقلت له كذا، ويجيك واحد يقول له قلت والله في كل مكان. طيب ده عمل شنو ده؟ قال من كراماته أن مخيمر النقيب ذهبت ابنته إلى البحر فخطفت تمساح. قال فجاء إلى الشيخ الفرغلي وشكى له، فقال له الفرغلي اذهب إلى البحر وقول يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال أمشي البحر وقول يا تمساح الأكلت بيت المخيمر النقيب، أمره تعال اتكلم مع أبونا الشيخ الفرغلي. قال فجاء التمساح، قال والناس حوله عن يمينه وشماله كالمركب. التمساح جاي ماشي، فهمت؟ أنا ما أعرف الحركة البطيئة ولا كيف، جاي مارق. المهم قال حتى وقف عند الشيخ، التمساح وقف مرق وقف قدام الشيخ. فقال أول حاجة الشيخ قال أمره قال بنية دي أمره قال بيت انت يا ود عامل فوق شنو انت، فهمت؟ البيت مرقت بيجاي. قال نادوا لي الحداد، نادوا الحداد. قال فأمروا بقلع جميع أسنان التمساح. أنا داير الحداد اللي بيقلع أسنان التماسيح، أنا بوديك بوديك والله بوديك محلات فيها تماسيح وتقلع علي سن واحد، تقدر تقلع؟ ما تقلع أي حاجة، فهمت؟ قال قلعن. قال بعد ما انتهى التمساح قال يا وانا شو الكلام ده كيف؟ قال التمساح رجع البحر الموية، قال ودموعه تسيل. دل يا ناس يا ناس، التمساح زي ما قال واحد من اخواننا، قال التمساح شايل جراح ولا شنو؟ دموعه تسيل ماله يا ناس؟ ده دين؟ ربنا ينصر الأمة بالطريقة دي؟ ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعبة بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فهمت؟ ما دام العقائد دي موجودة لا يمكن أن ينصلح الناس. فدي الأولوية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودانت له الأمم، ومكثت دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرن. دولة أن أسسها النبي صلى الله عليه وسلم قعدت 14 قرن،
مع ما فيها مما حصل مما سيأتي في التاريخ، لكن مع بعد ده كله أطول دولة للولايات المتحدة العمر 100 وحاجة سنة، ولا الاتحاد السوفيتي العمر كم 70 سنة، ولا دولة إيران، ولا غيرها من الدول كانت كدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسسها. عشان كده أخواننا إحنا دارين تغيير، التغيير يكون تغيير من تحت، نتلمس مواطن الخلل ونغيرها حتى ينصلح حال الناس. كويس، في ناس قالوا دارين يغيروا وهم جماعة الإخوان المسلمين، مؤسسها حسن البنا. طبعا الجماعة دي زي يعني زي الأنبوبة اللي عندها 700 خرطوش وتؤجج النيران في ديار المسلمين. الأخوان المسلمين منهم داعش، الأخوان المسلمين منهم تنظيم القاعدة، الأخوان المسلمين منهم تنظيم الأخوان المسلمين في مصر، الأخوان المسلمين منهم الترابي وجماعته الحركة الإسلامية وراشد الغنوشي وحركة حماس وغيرها من الحركات الموجودة الآن في العالم الإسلامي، وهذه بنيت على نظرية بخلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شالوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قلبوه الفوق تحت والتحت فوق، وقالوا نبدأ بالطريقة دي. المنهج الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن تصلح القاعدة فينصلح فتنصلح الدولة وينصلح على الناس. ديلك قالوا نمسك الدولة أول، بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك المجتمع بيصلح. عشان كده زمان الترابي كان بيقول عن السلفيين: دعوهم يتحدثون عن القباب حتى نعتلي قبة البرلمان، ثم نكسر كل القباب وندع لهؤلاء قبة واحدة حتى يكون لهم موضوعا. ويضحك ها ها ها، وهو هنا هسي قبتك وهنا انت، لا فوق القبة لا تحتها، شالوك برا مرة واحد. فهمت؟ منهج فارق ومنهج فاشل، لأن أخواننا ما بني على عقيدة. ربنا قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الكلام كثير عن النازل، أنا دار أتناول واحد مهم جدا من الأخوان المسلمين، وهو يمكن يكون أستاذ في الجامعة دي، وهو الدكتور عبد الحي يوسف. دي الرسالة بتاعت الاستبداد السياسي حقته، رسالة الدكتورة. كويس، بيتكلم عن مناهج التغيير. طيب صفحة 12، كويس، دي المقدمة بتاعت الرسالة بتاعت الدكتورة، وقدمها في جامعة أم درمان الإسلامية، ودوه الدال، عرفته؟ ودوه دال، ده المنهج بتاعه. قال، يتكلم عن الاستبداد والظلم وإلى آخر. قال: وغير خاف أن الاستبداد متعدد الأشكال مختلف الأطوار، فإلى جانب الاستبداد السياسي هناك الاستبداد الاقتصادي وكذلك الفكري والاجتماعي إلى آخر تلك الأنواع التي أشار إليها القرآن صراحة أو ضمنا، لكنني مقتصر هنا إن شاء الله على تناول الاستبداد السياسي، لأنه في تصوري، في تصور عبد الحي يوسف من غير دليل طبعا، قال في تصوري أصل وأساس وما سواه فرع ونتيجة. يعني أهم مسألة إنك تتكلم عن الظلم والمسائل دي وكذا، وتتناول الحكام في المنابر وهو إلى آخر، وهذا هو الأساس، وما سواه من أنواع الاستبداد قال هو عبارة عن فرع ونتيجة. طيب الزول بيبقى شيوعي، ما هو دخل الحاكم ولو كان كافرا في اعتقاده؟ دخله شنو؟ واحد يقول لك حكاية القردة شالت نبقة وخلت نبقة وجدعت نبقة، فهمت؟ أسد علاقته بالحاكم شنو؟ فهمت؟ ده علاقته شنو؟ الزول بيقول لك الله ماف، فهمت؟ او الزول بيقول لك عذاب قبر ماف، او الزول بيقول لك شيخنا بينفع ويضر، ده علاقته بالحاكم شنو؟ هل ده اساس؟ ها؟ وما سواه فرع ونتيجه. لكن يا اخواننا هذه تربيه جماعه الاخوان المسلمين وتربيه سيد قطب كما قال في كتابه العداله الاجتماعيه، وهذا الكتاب قاعد. ولذلك فشلت جماعه الاخوان المسلمين بكل أجنحتها عن أن تحقق غاية واحدة من غايات الإسلام. كويس، ما بتقدروا تقدموا للناس دين صحيح. الترابي في مجلة الدستور سنة 98 قال: في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصة، استغفر الله. استغفر الله، كويس، دارين نمرة اثنين، أين قروشنا حتى يصح استغفارك لله؟ فهمت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تؤدي الحقوق إلى أهلها من قبل أن يأتي يوم يقتص فيه من حسناتك من غير أن يكون هناك درهم ولا دينار.
ولذلك أخواننا دي كلها مناهج فاشل. المنهج بتاعنا داعش، إنه أول حاجة الحاكم وما الحاكم وكافر وما كافر، والناس اتبعوا كلهم كفار كويس، والناس دي الموجودين. وفكر داعش قد يكون عبد الحي يوسف يتكلم لك في خطبة كاملة عن داعش، داعش شينة وكعبة ما في داعي يسووا كده وحرام عليكم وككة كويس، ممكن يكون عملها، لكن المنهج بتاعك هو وداعش يستقيان من معين واحدة وهي فكرة الخوارج بتاع سيد قطب. عشان كده أخواننا أنا ذكرت إنه من مقومات التغيير لابد يكون هناك صراحة وتلمس بكل وضوح لمواطن الخلل، لازم الناس تكون صريحة، ما تكون زول بتلمس ساكت زي الشغل بتاع عنصار صن. الأمة كلها ظريفة والشباب كعب وما عارف الخلط بقى كتير، وشنو انتو ما عارفين الحاصل ولا شنو، ويجي ينفخ لك هنبوبة فهمت، أو تي أو يجي يعمل لك برنامج بتاع محاضرات بالتعاون مع الجبهجية. عملان صار صنة الإصلاح قاعد موسخ في الموبايل فهمت، جابين ما عارف مين شكوك ومين مين زعامت كتر، قال محاضرة بعنوان عملية قلبي مفتوح ومحاضرة بعنوان عالم الأرواح، انت بقيت فكي ولا شنو أشكشك فهمت يا ناس، ده دين يعني تكلم للناس في التوحيد والعقيدة. وكثير ممن ينتسب إلى منهج السلف تلقاه غابع تحت، نحن عندنا واحدين مرضيننا يجي يقول لك أن احنا دارين نبقى زي علماء السعودية، اقعد في المساجد ونعلم الناس. يا زول في السعودية ما في زول بيجي لادبه، ما في صوفي بيرفع صوفته قبل واحد بيحكي لنا، ناس شغالين في مغلق سودانيين مشوا وناس ربنا فاتح عليهم مشوا جابوا لهم محايات من السودان فهمت، وبيجوا يمشوا للزول جاب لهم المحايات. واحد من الجماعة قام شك في المزرعة، مشى فتح الطرد بتاعهم لقى فوقه محايات وبخرات فهمت، اول حاجه حكموهم 3 سنه فهمت، وداك شالوا منه المغلق بتاعه وعملوا له استبعاد، يلا امشي السودان بتاعك، لانه ده لو خلوه النوعيه دي لو خلوها السعوديه ذاتها بتاني حتقوم يعني تشتري العيش الناشف من السودان، والله والله تشتري مننا العيش الناشف. عشان كده اخواننا الناس دي قاموا على توحيد نظيف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع انه امام من ائمه التوحيد وعلم من أعلام الدعوة السلفية في العصر الحديث، وإن رغمت أنوف الصوفية والجبهجية وكل العلمانيين، إلا أنه لما قامت جريدة من الجرائد وهيئة من الهيئات لترمم وتستحدث بيت الشيخ محمد عبد الوهاب باعتباره داعيا إلى التوحيد وأنه كان سببا في قيام هذه الدولة، اطلعت عليها اللجنة الدائمة بتاعت العلماء، قالوا وقد اطلعت اللجنة الدائمة على ما ورد في الصحيفة الفلانية إنه دارين يبنوا من جديد بيت الشيخ محمد عبد الوهاب عشان ما يتكسر، قالوا وهذا ذريعة للشرك، وقد أمرت اللجنة الدائمة بتكسير البيت حتى لا يكون شريعة للشرك. شفت الشغل ده نظيف كيف؟ نحن البلد دي دارين قلعة ونحن اسماء حكام ما بنهبش فهمت، بس بنتكلم وبرضو ما بيخلونا، والله كلام بس، يقول لك هؤلاء الصبية وهؤلاء الشباب وهؤلاء البتاع، ياخذ كله ما بيغني من الحق شيئا، انت تعال اتكلم معنا فهمت، او تجي تلقى محمد المنتصر يكورك في الاذاعات، شباب ده المفروض يوقفوهم، هؤلاء شباب صغار وحدثاء الاسنان والى اخر، ما بحلك شفت كواريك وتوقفنا وتقتلنا. ليس هذا من وسائل ايقاف الحق، ربنا قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انت لو داير السودان ده مشكلته تتحلى بس نبقى زي قصة اصحاب الاخدود، شفت الغلام، قصة الغلام، ها الغلام ده كان بيمشي للساحر، الملك عنده ساحر، الساحر قال له انا كبرته شوف لك زول جيبه لي اعلمه لك السحر، قام شافوا له غلام ذكي، الغلام ده جابه بقى يتعلم من الساحر، يوم من الايام راجع لقى له راهب بتاع دين، قال له السحر ده حرام وكده وكده وعلم، قال له يا اخي كلامك كويس، فبقى يمشي للراهب ويتاخر، ناس البيت يقول له انت اتاخرت وين يضربه، والساحر المهم لغايه ما جاء واحد من وزراء الملك وكانت به عله فقال له اجعل لك كذا وكذا ان شفيتني، قال إني لا أشفي وإنما الذي يشفي الله، فإن أسلمت دعوت الله فشفاك. أسئلة الأشيخ الصوفية بقول لك كله عندنا، تلقى جاد له خيشة فوق عروق ذاتها لما أنت تلاوز منها يقول لك ده حق السرطان وده حق القلب وده حق الخلط وده فهمت ده حق
وجع الركبين وكلام كثير. قال له إنما الذي يشفي الله. الملك لما سمع بالغلام ده والزول ده مسكه ولغاية ما دل على الغلام وجابوا الغلام الملك دار يقتله. قال لهم طلعوا الجبل ارموه من الجبل. طلعوا الجبل الغلام دعا الله في الجبل. ها ربنا سخر الجبل، الجبل رجف كلهم شنو جوا قاعدين. وجاء الغلام الى الملك قال لها حاصل شنو قاعد انا قال فهمت. قال لهم خلاص امشوا غرقوه في المويه. مشوا يغرقوه دعا الله السفينه قلبتهم ومرق الغلام. شوف الكلام ده كيف. الغلام قال له يا مولانا ما تضيع زمنك، انت لو دار الموضوع ده يتحلى قال له تجيبني في صعيد واحد النازل كلهم يشوفوني وترفعني فوق وتصلبني وتجيب السهم ها والقوس وتجبد السهم في القوس وتقول بسم الله رب الغلام. ذلك البليد فعل ما أوصاه به الغلام كما يفعل محمد المنتصر. انت بتتكلم فينا ويمكن يكون ناس كتار صح سمعوا بينا، لكن في ناس ما سمعوا بينا وانت بتتكلم في الإذاعات انت مالك خايف فهمت. لكن احنا دايرين معاك الحل ده، تجيبنا في إذاعة في استاد الهلال مناظرة للشعب السوداني بين السلفية والصوفية. والله محمد المنتصر الإزيرك بالط القطن ومعاه واحد من السلفيين، نجيب الكتب ونردم الوثائق فهمت، ويجيبوا ساونات نحن بندفع قروش ان شاء الله كلها بندفع لك حقها، ويجيبوا التلفزيون ونعمل مدرجات رئيسية ومخصورات وشاشات عرض في السوق العربي فهمت، ونأجز للناس اليوم ديك عشان الناس تعرف الحق. فقال بسم الله رب الغلام فمات الغلام وأسلم الناس. هذه المشكلة اللي هو خايف منها ذاته فهمت، دي المشكلة اللي خايف منها ذاته. الناس أسلموا فنزلت صورة البروج. ولذلك يا أخواننا خلاصة كلامنا ده أن التغيير يحتاج إلى منهج، ونحن نريد منهجا كما حصل. ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج طبق وكانت له نتيجة، يعني ببساطة من ناحية بتاع التطبيق ومن ناحية بتاعة نتيجة، منهج النبي عليه الصلاة والسلام طبق وكانت نتيجته أن حكم بين الناس وعدل بين العباد وسار الناس على خير عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. المسائل كثيرة في هذا الباب، ويمكن يكون العلمانيين طبعا طاشين شبكة في مسائل التغيير وكده، لكن نحن بنخليهم يهرطقوا، لأن أنا متأكد بيجي هنا الواحد بس لأنه عاجبه أجباب الكاميرا وكده، ودي ذاتها من الورطات انت عارف، دي زي شغلة الغلام الكاميرا بتاعتنا دي بتخش هنا بتعمل فوقها بلعام ابن باعوراء وبتتورط، لأنه الناس كتار بيشوفوك في اليوتيوب، وبعدين أصحابك بيجوا يسخنوك بها في الجامعة، أوعك تتورط لو ما عندك معلومات. النجر هنا ما بينفع، والله أكلمك النصيحة، عندك آية ولا حديث بفهم السلف تعال قول نناقشك، وأنا ولو في صح نحن أولى بيه ولو في باطل بنرد عليك. أما دار تجي تنظر ساي ودار تجي تعترض على الدين بتتنجم، ونحن لا عذر لمن أنذر. المهم أنا خايف كمان ده برضو يقول لي ده استبداد فكري وإرهاب فكري، طبعا عندهم مصطلحات كده بيعرفوها برام فهمت. المهم أي حاجة